هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. توقفنا في آخر خطبة لي قبل أسابيع نستنشق نسيم أسماء الله الحسنى ونعوته العظمى، وحمنا حول دلالات اسم الله الصمد الذي تصمد إليه جميع الخلائق. ولنستكمل هذا الدرب اليوم بالحديث عن اسم آخر من أسماء الله الحسنى، ألا وهو اسمه القريب. القريب، هل شعرت أيها الأخ بالوحشة المميتة أحياناً؟ أو حدث أن خذلك صديق حميم؟ هل تحس أن بينك وبين أعز الناس إليك حجاباً مستوراً؟ هل حصل أن أنت نفسك شوقاً إلى حبيب تفضي إليه بلواعجك وأحاسيسك؟ فما رأيك أن تدع الحبيب والصديق وتنصرف إلى القريب المجيب الذي لا يجفو من أتاه مقترباً، وهو الذي عرفك بنفسه بقربه المحيط، حيث يقول جل في علاه في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأخبر عن نفسه بقوله: إنه سميع قريب. وكذلك قال إخبارا عن نبيه صالح: إن ربي قريب مجيب. وفي الحديث من حديث أبي موسى عبد الله بن قيس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، حيث كانوا يكبرون إذا صعدوا واديا ويسبحون إذا هبطوا، فجعل بعض الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، ارفقوا بأنفسكم، فإنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، ليس تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب وهو معكم. قال عبد الله بن قيس: وأنا خلفه وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية للحديث أنه قال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله تعالى
قريب بسمعه، قريب ببصره، قريب بقدرته، لا تخفى عليه أحوالكم. وفي الوقت الذي يريدك أن تعلم أنه على العرش استوى بائنا من خلقه، في نفس الوقت يريدك أن تعلم وتتيقن أنه أقرب إليك من حبل الوريد، فهو القريب في علوه، العالي مع قربه، يسمع كلماتك ويرى حركاتك، لا تخفى عليه منكم خافية. ثم قربه تعالى أيها الإخوة من عباده على ضربين، وبينهما بون شاسع، هذا لون وذاك لون، فهناك قربه العام لا يختص به واحد دون آخر، وهو قرب إحاطة بعلمه، وقربه بنفوذ مشيئته فيهم، فهو إحاطة سمع وبصر، كما قال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى، حديث سري بين اثنين، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله سميع بصير. ثم قربه الخاص، قربه الخاص من أوليائه، قربه من الداعين العابدين، وهو قرب يقتضي المحبة والنصر والتأييد في الحركات والسكنات والإجابة للداعين والإثابة للعابدين. وأقرب ما تكون وأنت ساجد تتمتم بكلمات التسبيح: سبحان ربي الأعلى. أذل هيئة يمكن أن تقوم بالإنسان هي هيئة السجود، تطرب أنفك وجبينك، تخفض رأسك على أربع، وفي هذه الهيئة الذليلة النازلة تقر بعلو الرب المطلق، علو ذاته وصفاته وشانه، قائلا: سبحان ربي الأعلى. فإذا قلت وفعلت واستشعرت علو الرب، وحدث لقلبك عروج نحو العلو، فإن السماوات تنفتح، وإذا الجبار في كبريائه وجلاله يسمعك، ولا تتوهم أنه تخفى عليه منك خافية. ومن قربه أنه سبحانه ينزل في جوف الليل، ينزل في جوف الليل كما صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على رغم أنوف المعطلة، ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأعطيه، أو هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. ومن قربه أنه يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يقول الله تبارك وتعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. تخيل عدد الأشجار، ثم تخيل عدد أوراقها، تخيلها وهي تتناثر في فصل الخريف، يعلمها كلها، لا تغلطه كثرتها، ولا يشغله عد عن عد، يعلم عددها وأشكالها وألوانها وأنواعها وأماكنها. تأتي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادل في زوجها، وعائشة في طرف البيت، وهي تقول أنها تسمع كلمة وتخفى عنها كلمة، وهي في نفس البيت. وبعد ذلك ينزل الوحي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ولله در القائل حيث يقول: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها،
يا من إليه المشتكى والمفزع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى قرع لبابك حيلة ولئن رددت فأي باب أقرع إن كان لا يرجوك إلا محسن فالمذنب العاصي إلى من يرجع حاشا لجودك أن تقنط عاصية الفضل أجزل والمواهب أوسع. طلب صديق يطلب صديق من صديقه قبل أن يخرج من زيارته في غرفته بسكن الجامعة أن يكتب له كلمة بسيطة يقرأها تنفعه في طريق عودته، فكتب على القصاصة كلمة واحدة بسيطة جدا، قال كتب إنه يراك الآن. فأخبر الصديق بعد أنه لما قرأ هذه الكلمة فجع بها فجعة وأنها وقعت عليه وقعا شديدا. وكذلك ينبغي أن يكون قربه، يجب أن يخيفك قربه تعالى وإحاطته، يجب أن تخيفك، ولكن في نفس الوقت يجب أن تؤنسك وأن تدفئك وأن تجعلك شجاعا مقداما. فقرب الله عز وجل أفضل مهدئ للأعصاب المتوترة. انظر كيف هدأ الله روع موسى حين ذهب إلى طاغية العصر فرعون مصر، هدأه وفزع عن قلبه وداواه بدواء قربه، حيث قال له قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومن قربه قربه الخاص في الصلاة، قربه الخاص في الصلاة حين تدخل عليه من أيسر الأبواب، يقول تبارك وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فينبغي أن تستشعر حين تدخل عليه قائلا الله أكبر مصليا، ينبغي أن تستشعر قربه وتستشعر الأنس به، فهو يرى كل الخلق. لكن لماذا أخبر عن رؤيته لمن يتقلب في الساجدين مع رؤيته لجميع الخلائق؟ لأنها رؤية رضا ومحبة، رؤية خاصة ليست هي الرؤية العامة. كان يونس في بطن الحوت ينادي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فارتفع الصوت الضعيف المنطلق من الظلمات الثلاث يخترق أجواز الفضاء لتسمعه ملائكة السماء فتقول صوت معروف من مكان غير معروف، ويقول الباري في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقربه يزيد بالتوبة والأوبة والطاعات وبذل النفس والنفيس، كما جاء في الحديث إذا تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. ومن معاني قربه تعالى أنه يريك فيما حولك معنى يذكرك به، فترى حكمته في دقة تركيب مخلوقاته، وترى قدرته في رفع السماوات بغير عمد، وترى رحمته في إنزال المطر وإنبات الشجر، وترى عظمته في شموخ الجبال، وترى عذابه في البراكين والزلازل والكوارث. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.